نحن نجد دوما دربا أفضل. نعم، هناك دوما درب أفضل. تماما، نحن الدرب الأفضل. لا شيء مستحيل. اليوم بإمكاننا الصعود إلى القمر، بإمكاننا أن نحقق كل شيء. تأسست شركة غويوم عام 1971. أتى والدي من قرية تدعى سونام عام 1967، وفي غضون 10 أو 15 سنة من العمل الجاد صنع أبي شركة ذات أسس راسخة في مجال المبيعات في الهند. عندما انضممت إلى شركة والدي عام 2000 بدأنا الدخول في مجال التصدير. لحسن الحظ، بتوفيق من الله، قابلت مهندسا جيدا جدا، السيد هاربي جانسينغ. أخبرني أنه يسعى لتصنيع أجهزة استخلاص الزيت بهدف تصديرها. كان يسعى للتصدير فقط، لذا قررت الانضمام إليه. عندما بدأ زوجي العمل في مجال الدول كان دائم السفر، وكانت هذه الفترة صعبة بالنسبة إلي. أنا أؤمن أن لكل رجل أعمال أسرتان، أسرته المهنية وأسرته الشخصية. كانت مهمته هي اهتمامه بأمور أسرته المهنية، أما مسؤوليتي فكانت الاهتمام بأمورنا الشخصية، وقد أخذت كل هذا الواجب على عاتقي. في عالم اليوم الوقت أصبح أحد عوامل المنافسة. إذا لم نواكب ما يجري فسنتأخر عن الركب طويلاً، لذا يجب أن نتطور ونبتكر تكنولوجيات جديدة. حلمي أن تصبح شركتنا الأكبر في الهند في مجال معامل استخراج الزيوت. لدينا منشأة عصرية مزودة بالكامل بأرضيات خرسانية ودهان الإيبوكسي ومعدات آلية بالكامل وآلات CNC وآلات VMC. لدينا أحدث الآلات المتطورة، وهذا يساعدنا في الوصول إلى أهدافنا. رؤية مجموعة غويوم تتمثل في توفير أفضل الآلات المزودة بأحدث التقنيات وتطوير التكنولوجيا باستمرار. نحن نأخذ الإلهام من خلال تعاملنا مع العالم. أعلى معايير التجميع والتصميم والتصنيع، وننقل التصميمات والتطويرات النظرية إلى نطاق التصنيع الفعلي. هناك 4 مناطق محورية في مجال التصنيع: الصين والهند وأمريكا وأوروبا، وجودة منتجاتنا تضاهي المعايير الأوروبية والأمريكية. تصدير الآلات محدود في الصين، وغويوم هي واحدة من بين أكبر 10 شركات هندسية هندية تعمل في مجال مكينات معالجة الزيوت، بداية من الخردل وفول الصويا ونواة النخيل والجوز المطحون والسمسم وعباد الشمس. ربما تكون غويوم هي الشركة الوحيدة في الهند القادرة على توفير مكينات لاستخراج الزيوت منها، لذا نحن رواد السوق في مجالنا. لدينا تعاملات في أكثر من 54 دولة حول العالم في 6 قارات. يجب أن أقول أن حرف القاف هو أول حروف غويوم، وهو أول حروف كلمة جلوبال. نحن ننتشر بسرعة في جميع أنحاء الكرة الأرضية. نحن شركة تتمحور حول العملاء، لذا نحن نتكيف مع احتياجات عملائنا. الخطأ الذي تقع فيه الشركات هو تركيزها على منتجاتها الموجهة لقطاع محدد، ولا تبني أو تصوغ نفسها وفقاً لمتطلبات العملاء. لدينا حلول مصممة خصيصاً لكل سوق، وذلك اعتماداً على الظروف المحلية للأسواق، حتى يستطيع العملاء تحقيق طموحاتهم. يعتمد التسويق على تبادل المعرفة والمعلومات والابتكار. علينا أن نبتكر على الدوام. الابتكار هو السبيل نحو التمكين المطلق. الابتكار يعني التحديث. الابتكار يبني الجسور. تعمل غويوم دوما على ابتكار آلات جديدة ومعدات جديدة وتكنولوجيا جديدة، لذا يستفيد العملاء دوما من آلاتنا وتقنياتنا وابتكاراتنا. يخبرنا عملاؤنا دوما أن مصنعكم ومشاريعكم التي تقدمونها تؤمن التكنولوجيا المتقدمة. لدينا فريق للتصميم والهندسة. هذا الفريق هو الذي أبدع كل التصاميم. نحن نستخدم أحدث البرمجيات مثل أوتوكاد وسوليد ووركس وبرايميرا وغيرها من برامج التصميم. ما يميزنا أننا ننتج جميع الأجزاء بأنفسنا. نحن نصنع وفقاً للمواصفات الدقيقة، ونهتم كثيراً بالدقة في عملنا. نحن نصنع نواقل الحركة بأنفسنا المصممة والمصنعة في غويوم.
غويوم ليست فقط مصنعاً لآلات استخراج الزيت الجاهزة، ولكنها شركة قادرة على توفير القيمة المضافة. هذا هو ما يميز غويوم ويجعلها متقدمة على اللاعبين الآخرين في السوق. كعلامة تجارية، بنت غويوم سمعتها من خلال خدمة عملائها على مدار 20 عاماً الماضية بنهج احترافي للغاية. يختار الناس غويوم خصيصاً بسبب جودتها. نحن نصب كل تركيزنا على الجودة، والآلات التي نصنعها نحن في مستوى تلك التي تصنع في الدول المتقدمة مثل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. الرؤية بسيطة للغاية. عندما يتحدث الناس عن صناعة الزيوت ومعامل التكرير والتسييل، يجب أن يكون الاسم الوحيد الذي يتبادر إلى أذهانهم هو غويوم، وهذا هو نهج غويوم. لدينا فريق مميز ومتكيف معا للغاية. تمكن أعضاء فريقنا من التلاؤم معنا وساعدنا بعضنا البعض. هذا هو كل ما يهم. يجب أن نتحد سوياً وننطلق. نحن هنا لإحداث الفارق. نحن نتغير. نحن نتغير. نحن نبحث دوماً عن درب أفضل.